بصراحة حلقة النهاردة حلقة محببة لنفسي قوي، وأعتقد إن هي محببة لأي رجل في الدنيا، كبير صغير، عنيد تقيل، منصبه عالي، غفير، وزير، أيا كانت جنسيته أو طباعه مش هيختلف أبدا أي رجل أو شاب معانا في حلقة النهاردة. أكتر 10 صفات مثيرة ومميزة وجاذبة وهاوسة تهوس الرجل في الأنثى أو البنت على حد السواء. يعني احنا بقى معانا 10 صفات بالترتيب: اول صفة مش زي تاني صفة، تاني صفة اقوى، تالت صفة اقوى منهم الاتنين، رابع صفة اقوى منهم التلاتة، لحد ما نصل للصفة العشرة او العشرة اللي هي اقوى واميز واكتر صفة تسحب الرجل وتثير الرجل وتجذب الرجل وتخليه مش عارف ينام الليل صراحة. وكل أنثى بقى بعد ما تسمع الحلقة تكتب لنا هي فيها كم صفة من العشرة دول. لو في أنثى فيها صفة واحدة من العشرة دول بس، صدقوني بتبقى ملفتة قوي، فما بالكم بقى لو فيها 5 6 7 8. على العموم عشان ما اطولش عليكم، خلوني ارحب بيكم سريعا وادعو اللي ما اشتركش في القناه ان هو يشترك عشان توصل له اشعاراتنا، ويا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. واي حد تاني على الفيسبوك غير محمد ابو زيد نصاب اعملوا له بلوك وشيروا على قد ما تقدروا، ودوسوا لايك لو عجبتكم الحلقه، وتعالوا بينا نبتدي بالصفه الاولى. اول حاجه الانثى الطموحه، ومن منا اي رجل ما يحبش الانثى الطموحه اللي ليها هدف، اللي ليها كارير. ولكن صراحة ان هي تكون طموحة مش زي الصفة التانية، في صفة تانية اميز، الناعمة يعني الرقيقة. الانثى كل ما تكون ناعمة ورقيقة الطباع مثيرة جدا وجاذبة جدا، ولكن ان هي تكون طموحة او ان هي تكون ناعمة، في صفة تالتة اعلى من الاتنين دول اللي هي الانثى الفرفوشة. عارفين الأنثى الفرفوشة اللي مش نكادية؟ احنا عانينا كتير، انا عارف ان في رجال كتير عانوا من النكد، والنكد ده اعوذ بالله بيكون طارد لكل حاجة، للفرحة والسعادة، وبيقتل الحب على المدى الطويل، وبيزهق الرجل في عشته وبيخليه مش مبسوط. لذلك الصفة التالتة معانا في الأنثى دي صفة تقريبا مطلب لا غنى عنه إنجاز التعبير في أي بنت الرجل بيرتبط بيها أو بيقرب منها. يا ترى مين سعيد الحظ اللي معاه أنثى أو هيرتبط بأنثى فيها ال3 صفات دول؟ ولكن في صفة في المستوى الرابع أعلى من ال3 صفات اللي احنا قلناهم دول، الدلوعة بقى. وما أدراك بالأنثى الدلوعة. الأنثى الدلوعة أعتقد الكلمة موضحة نفسها، مش محتاج إن احنا نرغي فيها ونوجع دماغكم. يا ما على فكرة أي أنثى تقدر كده وتعرف الكلام ده موجود فيها ولا لا، تقعد مع نفسها كده وتكون صادقة في بعض الصفات ممكن تكتشفيها أنت بنفسك، وبعض الصفات ممكن من خلال أقاويل المحيطين بيك بيقولوا لك إيه. ما الإنسان برضو مش غبي، يعني الأنثى ذكية جدا وبتفهم اللي حواليك، الاهل، الصحاب، الاقرباء، جوزك، خطيبك، صحابك، اخواتك بيقولوا لك ايه. تقدر يعني صفة زي ان انا طموحة دي اقدر من غير ما حد يقول لي اعرفها، صفة زي ان انا فرفوشة دي اكيد بتبقى لو انا فرفوشة قوي اللي حواليا بيبقوا معرفيني حاجة زي كده. احنا كده داخلين على الصفة اللي اميز منهم كلهم، الصفة الخامسة. دي شديدة الاهمية من حسب وجهة ان نظر الرجال، من حسب مطلب الرجال، الرجال تطلب ايه ثم ايه ثم ايه، بس احنا جايبين من تحت لفوق، يعني جايبين من الاقل للاكثر طلبا والاكثر اثارة. الصفة الخامسة معانا في حلقة النهاردة الانثى الشديدة الاهتمام بنفسها، اللي هي برنسس في نفسها كده، ما تقدرش ان هي كده تطلع. عارفين الانثى اللي تقول لك لازم او ماشية مبدأ انا شيك في كل حتة، انا شيك في كل حته. الانثى اللي بتهتم بنفسها اهتم اي رجل في الدنيا مهما خلق زي ما احنا قلنا، يعني مهما كان طباعه زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه يعشق. شوف انا بقول يعشق وانا عارف انا بقول ايه لما اقول الكلمه دي، كلمه قويه او معناها كبير قوي. الانثى شديده الاهتمام بنفسها اللي بتهتم بنفسها 24 ساعه في ال 24 ساعة، بس اهتمام صح. في صفة كمان أعلى من كده اللي في المركز السادس، الأنثى الواثقة
من نفسها، ما نحبش بقى اللي هي المذبذبة، نحب الأنثى اللي عندها ثقة في نفسها، ثقة في قراراتها، ثقة في شخصيتها، وفي صفة أعلى من دول كلهم. ما بالكم بقى، هل يعقل إن في أنثى ممكن يكون فيها الصفات اللي إحنا قلناها دي؟ رجاء لو في أنثى كده تكلمني، أنا حابب إن أنا أتعرف عليها. الصفة اللي بعد كده أنثى غير مقلدة، يعني ما بتقلدش حد، أنثى كده ليها يعني برستيجها الخاص، ليها قناعاتها الخاصة، مش من الإناث اللي هي عندها هس هس في دماغها، تشوف صاحبتها لبست لا أنا أروح ألبس، تشوف مش عارف دي عملت كده تقلد، ما عندهاش حتة التقليد اللي الأعمى، ما بتقلدش، أنثى صاحبة شخصية وسياسة مستقلة. في صفة لنا إحنا كرجال يا عم محمد أبو زيد أجمل وأكثر جذبا في الأنثى من كده؟ آه طبعا، اللي بعد كده اللي هي تستطيع إبراز أنوثتها. ما خلي بالكم بقى، مش كل أنثى تهتم بنفسها بتعرف إن هي تبرز أنوثتها، تبرز أنوثتها بشكل يليق بيها، يعني ما يبقاش بيليق عليها مثلا أو بيليق عليها لون معين وتروح تجيب لون تاني لمجرد انها شافت صاحبتها او زميلتها حلوة عليها، ما يبقاش مثلا هي في ستايل معين بيبقى لايق عليها في اللبس او ايا كان وتروح عشان، لا يعني تعرف ازاي ان هي ايه اللي يمشي مع شكلها، ايه اللي يمشي مع جسمها، ايه اللي يمشي مع طولها، مع هي تخينة رفيعة هي وسط، فاهمين؟ يعني في ناس لمجرد ان الحاجة دي كله بيقول عليها حلوة خلاص، مادام حلوة مادام لبستها هتبقى حلوة، او مادام عملتها هتبقى حلوة، الرجل ما يحبش كده، الرجل يحب ما بين قوسين الفهمة اللي عارفة ايه اللي يمشي معاها وايه اللي يخلي صورتها فاتنة زي ما احنا بنقول. صفات كتيرة قوي، هو لسه في صفة كمان اجمل واكثر اثارة وجذبا وجمالا في الأنثى أكتر من كل ده؟ حد توقع اللي مش مدلوقة، ممكن بقى يبقى فيها كل ده وخفيفة مدلوقة بتجيب اللي عندها ولا كأنها عملت حاجة، ولذلك الصفة دي والصفة الأخيرة اللي بعدها يعد أهم وأفضل وأقوى وأخطر صفتين كمان في أي أنثى أو أي بنت، وهم دول اللي ممكن يخلوكي متميزة ومميزة حاجة واو زي ما احنا بنقول، الأنثى اللي انت تشوفها أو البنت تتعامل معاها تقول واو الصفة دي تقيلة ما انتش مدلوقة، تخيل لما يبقى فيكي كل اللي احنا قلنا ده وفوق كل ده تقيلة ما انتش مدلوقة، أهم صفة على الإطلاق اللي بعد كده وأعلى من كل دول، وصفة مميزة قوي ومهمة قوي ولا غنى عنها قوي، ان انت بقى انت كأنثى هو الطرف التاني بتاعك هو الرجل، تقدر ان انت تديله برستيجه الخاص بيه، تعرف ان انت تدي للراجل البرستيج اللي يحسسه بمكانته اللي هو عايزها. ياه لو انت بقى تعرف ان انت تعملي كده، وللأسف كثير من النساء ما بتعرفش تعمل الحتة دي، وعلى فكرة زي ما قلت لكم احنا واخدين من الأقل للأعلى، يعني كل الصفات اللي احنا بدأنا بيها دي صفات يعتبر بسيطة وسهلة، ولكن الصفات اللي نهينا بيها هي النادرة قوي في الإناث والصعب كمان على الأنثى إن هي تمتلك. اكتبوا لي آرائكم في الحلقة دي، أنا بكون سعيد جدا وأنا بقرأ تعليقاتكم وبقرأها كلها على الانستجرام على الفيسبوك على اليوتيوب، كلها كلها بقرأها، وإن كنت يعني ما بقدرش إن أنا ارد على الجميع الانستجرام والفيسبوك اللي بيسأل ازاي يتواصل معايا، وقناتنا التانية كمان للفضفضة قناة جميلة، او ادخلوا بصوا بصة كده عليها، الروابط دي كلها في وصف الفيديو اول تعليق، واي حد تاني بكرر على الفيسبوك غير محمد ابو زيد عربي او انجليزي نصاب يا ريت تعملوا له بلوك وتساعدونا في القضاء على النصابين دول، ورجاء لو عجبتكم الحلقة شيروا دوسوا لايك تنتشر بس وتوصل لبقية أصدقائنا، وإلى اللقاء وإن شاء الله نلتقي.